بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم آمين رب العالمين. السلام على الأئمة الطاهرين، السلام على الأئمة المظلومين الذين نالتهم يد الغدر وهدمت قبورهم الطاهرة المقدسة، القبور التي تستأهل أن توضع في المكان الذي يجب أن توضع فيه من العناية والاحترام، وأقصد قبور أمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا تناولنا في الحلقات السابقة التي وفقنا لها إن شاء الله جوازية وشرعية زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الأمة الأحد عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام. حقيقة أبناء الجمهور لديهم حديث، هذا الحديث في الواقع يواجهونا به، يواجهونا ويحتجون به علينا. نص هذا الحديث على ما هم ينقلون طبعا، لأن نحن لازلنا في الحديث الذي يحتجون به علينا بعدم جوازية زيارة قبور قبر النبي الأكرم قبور المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يحتجون بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. هسه الكلام لرسول الله، نحن الآن نتحدث على التسليم بصحة النقل وصحة المتن. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجد الذي فيه قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول في المدينة المنورة على مشرفة على فتح والسلام. مسجدي هذا، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نحن الآن بأجواء الحديث، بأدب اللغة العربية، بقواعد اللغة العربية، الجملة الاستثنائية لابد أن تحتوي يعني قوام الجملة الاستثنائية المستثنى منه والمستثنى. أقول: جاء القوم إلا زيد، القوم مستثنى منه، زيد مستثنى، هذا قوام جملة استثنائية. لو نأتي إلى الحديث: لا تشد، نهي هنا، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، نجد أن هذا الحديث فقط ذكر المستثنى، لا تشد الرحال الآن المستثنى منه يعني ما موجود، محذوف، لازم نقدره. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، هذا المستثنى منه، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لو جئنا وقدرنا ما قبل المستثنى كيف سنقدر باعتبار المستثنى منه ما مذكور محذوف؟ نأتي ونقدر: لا تشد الرحال إلى أي مكان إلا لثلاثة مساجد، وهذا في الواقع خلاف العقل، لا يرضى به العقلاء، أبسط العقلاء لا يرضى بهذا الأمر. كيف لا تشد الرحال إلى أي مكان؟ هذا أول تقدير. الحياة ستتوقف، العامل كيف سيذهب إلى عمله، الطالب كيف سيذهب إلى محل دراسته، وهكذا. إذن هذا أول تقدير لا نستطيع أن نقدره. تقدير الآخر للمستثنى منه: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلى المساجد، هذا تقدير ثاني، تقدير المستثنى منه. أخواني رجعنا، هاي مسألة مهمة جدا، تقدير هذا نقدر لمحذوف اللي هو محذوف بالحديث على صحة النقل عن رسول الله وصحة القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلى أي مسجد أو إلى المساجد إلا ثلاثة مساجد. طيب، لا تشد الرحال إلى المساجد إلا لثلاثة مساجد، هذا الأمر كيف يتلائم مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لأن احنا في الواقع عندنا قول وفعل وتقرير لمعصوم حجة، قول وفعل وتقرير النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم حجة، ونقول قول وفعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حجة، وتقرير وحجة ما لم يكن عن تقية. فنرجع: فعل النبي حجة،
النبي كان يذهب عندما بأبي وأمي هاجر إلى المدينة المنورة، كان يذهب إلى مسجد قباء، كان يذهب إلى مسجد قباء الذي يقع في المدينة المنورة ببضعة كيلومترات يبعد عن المدينة المنورة، وبأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا المسجد ويتعبد فيه، وفعل النبي حجة. فكيف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ينهانا عن شد الرحال إلى المساجد إلا ثلاث مساجد؟ وفي الواقع هذه القضية، يعني قضية أنه لا تشد الرحال، نهي عن شد الرحال إلى المساجد إلا ثلاث مساجد، في الواقع هذا يعني تكليف غير مستطاع. الإنسان يريد أن يتعبد في بيوت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإعمار سواء الإعمار البناء أو الإعمار تواجد في هذه المساجد والتعبد فيها بنص الآية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فكيف نسلم بهذا الأمر؟ إذا نسى متن الحديث في الواقع نفس الحديث ما نسلم به. هذا الحديث لا تشد الرحال الذي يحتج به الجمهور علينا في زيارة يعني برأيهم بعدم زيارة عدم جوازية زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نقول لهم متن الحديث لا نسلم به باعتبار بينا. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أريد أن أذكره بأن ناقل الحديث، الرجل ناقل الحديث، افترى على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وكذب بعدة بمئات الحديث، لأن هذا الرجل الذي نقل الحديث أسلم عام 7 من الهجرة و8 من الهجرة، النبي الأكرم بأبي وأمي توفي في السنة 11 من الهجرة، وهذا الرجل أسلم عام 7 من الهجرة، فخلال هذه السنوات ينقل آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي الأكرم في حجة الوداع قال ستكثر من بعدي علي الكذابة. هذا الرجل كذبا افترى على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث مردود متنا وسندا ولا نسلم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما رضيه وجنبنا معاصيه، ويجعلنا إن شاء الله من زائري قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة على مشرفة آلاف التحية والسلام، ويجعلنا من زائري الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في الدنيا لنا شفاعتهم في الآخرة. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.